السلام عليكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشاهدوا هذه القناه هذه، ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم واحد الابليكاسيون اللي عجبتني بزاف واللي هي خاصه بالانستغرام، كيفاش تحذف كاع اللي متابعهم نتايا. فخوتي تابعوا معنا هذه الحلقه هذه وغادي تستافدوا منها اكيد. ففي الاول خوتي خواتاتي كندخلوا لهاد الابليكاسيون بعد ما كنتيليشارجيوها فولوين ريموفر دوت رار، كنكليكيو عليها. بعد اخوتي كندخلوا لهنا هذا نكتبوا اليوزر نيم سميه باش تدخل انستغرام، كنكتبوا محمد وان اوفيشال. ومن بعد اخوتي كنمشيو لهنا كنكتبوا باسورد، بعد اخوتي كنديروا لوغين، بعد اخوتي كنستناو شويه حتى يدخل انستغرام، بعد اخوتي كطلع من هنايا ستار كنكليكيو على ستار. واحد شوية غادي يبقاو يطلعوا لهنايا اللي تم إلغاء متابعتهم. ها الأول باش نتأكدو خوتي كنمشيو للإنستغرام تاعي. اللي هو هذا فيه 3670 متابع اللي متابعهم انايا، كندخلو هكا. بعد خوتي هانتوما كتشوفو الرقم تغير، وفي الاخر خوتي متنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد. بيس أم